الاسم ديالي فاطمة زهرة. المشكل ديالي خطأ طبي من الزيادة. في الزيادة ديالتها هي تبارك الله كانت عندها 4 كيلو 500 غرام في الوزن ديالها، وهي انا خاصني ضروري عملية قيصرية. انا بقاو كيحاولوا معايا، ضربوني بالغزاز، حاولوا معايا، يعني حتى الدريه تكرفصت جرب هذاك الفونتوز، وهذاك الفونتوز هو اللي السبب الرئيسي باش الدريه توشات في الراس ديالها. من بعد عاد باش داروا لي عمليه قيصريه زاد الدريه سخفان، السبيطار اللي في الولفه مستشفى الحسني، ما عنديش امكانيات باش نتابعهم قانونيا. هذه الساعه هضرنا معاهم نيت زعما بان البنيه راه ماشي في حاله طبيعيه، والبنيه ملي تزادت وهي كتبكي، كتصوري ليله ونهار وهي كتبكي، يعني راه عندها حاسه بانها راه كاين شي حاجه، عندها شي مشكل في الراس. وكيقول لي لا لا حاله عاديه، ربما باغا ترضع، ربما هادي، ربما، ولكن هي عندها شي حاجه ديك الساعه في الراس وما بغاوش يقولوا لنا شنو كاين. دابا عندها 14 عام، معاناه نيت. اول حاجه خلي هذاك الشيء ديال لي زاباراي، هذاك الشيء ديال الطبيب، هذاك الشيء ديال الترويض، خلي المعاناه اللي كنعاني معها دابا حاليا هي في الطريق. ملي كنكون غادا بالترويض يعني معاناه حقيقيه، عوض ما نمشي نخرج على ساعه ولا ساعتين ولا 3 سوايع، كنخرج على النهار كله. كنخرج انا وياها تقريبا من 10 ما كنرجع انا وياها حتى كيأذن المغرب يفوت، وبعض المرات والله العظيم حتى كيأذن العشاء عاد باش كنجيو. هاد الاربع عني تكرفسنا واحد التكرفيسات، والطوبيس دايرك 50% كيجي يلقاك واقف في البلاكه ما كيهزكش بصفه نهائيه. عندها كرسي متحرك، ولي زباراي راه كندير لها لي زباراي ملي كيصغروا عليها ما عندي باش ندير لها. الترويض كندير لها دابا حاليا الترويض، الدواء ما بقاتش كتاخذ الدواء لانها ما كيجيهاش الكريز، ما كيعطاها الطبيب واحد المده، عطاها الدواء، عطاها واحد لي باري جاوني شويه غاليين، صافي ما بقيتش خديت لها دوك لي باري. ما كانتش شي عربه متنقله نولي نديها فيها ونجيبها في هذا الشيء اللي كاين. معاناه تنحتاج عندي معاناه كثيره كاع في الترونسبور بزاف، لدرجه انا عاطيني 3 ايام ديال الترويض، بعد مرات كنداير نهار في السيمانه على قبل الترونسبور. الترونسبور حاليا غالي، ولات 10 دراهم باش كتمشي بها و10 دراهم باش تجي بها. كنطلع انا وياها ب 20 درهم ورجع انا وياها ب 20 درهم، بزاف عليا ما نكذبش لك، انا ما عنديش.